هذا أحد الأخوة يقول: نعاني أشد المعاناة بسبب تبرج بعض النساء، حتى أصبح أحدنا يضع عينه في الأرض، فهل من كلمة توجيهية لهن؟ الكلمة التوجيهية لكم قبلهن، أن تتجنبوا مواطن تجمع النساء والاختلاط للنساء والعمل مع النساء، تتجنبوا هذا. قل للمؤمنين، الله بدأ بالمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. فأنتم حصنوا أنفسكم بالابتعاد عن مواطن الفتنة ومواطن الاختلاط والبعد عن ذلك. نعم.